مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء تقرر في دورة فبراير إنهاء العقد المبرم مع شركة نقل المدينة المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية، والذي ينتهي رسميا متم أكتوبر من السنة الجارية. العلاقة بين الطرفين وصلت إلى الباب المسدود بسبب ما يعتبره المجلس الجماعي للدار البيضاء عدم مواكبة خدمة النقل عبر الحافلات للتطور العمراني الذي عرفته المدينة. الخدمات اللي كاين ديال هاد الشركه على مستوى المواطنين كل شيء كيتدمر، بل بالعكس بقات كتمس حتى بالسلامه ديال المواطنين من خلال الحالات ديال الاحتراق، اضافه لتقادم الاسطول، قله يعني الخطوط، عدم الوفاء بالالتزامات التعاقديه. فالان كان القرار بانهاء العقد اي عدم التمديد ديال العقد، ثم كذلك انه تم تفويض للرئاسه باش ندبروا المرحله الانتقاليه من هنا الى نهايه اكتوبر من هذه السنه. هذا الامر الاساسي. البديل هو أن المجلس في نفس الدورة صدق كذلك بالإجماع على اعتماد كناش تحملات وتعديله باش كيفسح المجال للتنافس. وترى مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء أن شركة نقل المدينة لم تفي بوعودها، حيث أنه من أصل 1200 حافلة كان يجب توفيرها حاليا هناك فقط 400 تقوم بتأمين خدمة النقل الحضري. وكبديل يقترح مجلس مدينة الدار البيضاء اقتناء 700 حافلة جديدة لتأمين النقل للبيضاويين باستثمار إجمالي قدره مليارات درهم. صوتنا داخل المجلس على واحد التعديلات في دفتر التحملات، لانه كان دفتر التحملات الاصلي انه حنا كمؤسسه نشريو 350 حافله، واللي غادي يدبر اللي غيستغل غادي يشري 350 حافله. حنا اليوم درنا التعديل باش نخليه القطاع الخاص، نشجعه انه يدخل معنا في واحد الشراكه اللي هي تلبي الخدمه العموميه. قررنا اننا حنا امكانيه اننا نشريو حنا 700 حافله، وهذا المستغل في القطاع الخاص يجي يدير غير الاستغلال. هناك ايضا فكره اللي طرحناها داخل المجلس هي انه هناك ايضا امكانيات في حاله انه مثلا العروض المقدمه من طرف القطاع الخاص لا ترقى الى ما يطمح له المواطن البيضاويين، كيمكننا ايضا اننا ندبروا عن طريق شركه ديال التنميه المحليه. ويتوقع ان يرتفع الطلب على خدمات وسائل النقل العمومي بالعاصمه الاقتصاديه بنسبه تقدر ب 40% بحلول 2025، في حين تقدر تنقلات ساكنه دائره مؤسسه التعاون بين الجماعات البيضاء بما يقارب 8 ملايين يوميا.